بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور اسامه عبد الحكيم في فقرتنا سؤال وجواب. سؤالنا النهارده، هل عمليات الحول بتتم تحت تخدير كلي ولا ممكن تخدير منطقه العين وبس؟ لا طبعا ممكن يبقى تخدير منطقه اغلب الحول بنحاول نصلحه ببنج كلي عشان المريض ما يتعبش، مش عشان احنا، لكن لا شك ان انا اقدر اخدر المنطقه اللي حوالين العين بس واشتغل عادي زي اي واحد بيخدر اي منطقه حوالين اي حد بيغير بيتخدر اي منطقه حوالين منه بيقدر يعملها. خلينا نعيده تاني السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور اسامه عبد الحكيم في فقرتنا سؤال وجواب. هل عمليات الحول تتم تحت تخدير كلي ولا ممكن تخدير منطقه العين؟ هنقول 90% من الحول بيتم تحت تخدير كلي، 10% ممكن يعملهم تخدير موضعي او تخدير منطقه العين، يعني ممكن ده وممكن ده. في الاطفال ما عندناش غير التخدير الكلي، في الكبار لا اقدر اعمل تخدير كلي او تخدير موضعي حسب رغبه المريض اللي قدامي وحسب حالته الصحيه، لكن في الاغلب برضه تخدير كلي، لكن الاطفال كلهم تخدير كلي، الكبار والكبار دول اللي بنقصد بيهم من بعد 14 15 سنه ممكن تخدير كلي او تخدير موضعي حسب حاله المريض، حسب استيعابه، حسب امكانيات الدكتور اللي بيعالجه، لكن ممكن نعمل عمليات الحول تحت تخدير كلي او تخدير موضعي، بيختلف من شخص لشخص والاثنين متاحين لنا مع المرضى بتوعنا. شكرا، ونشوفكم في سؤال جديد قريب خالص.